الاعتصام هذا انطلق يوم 17 جانفي 2013 من أجل تفعيل العفو العام. احنا اعتبرنا انه تفعيل العفو العام تعطل تعثر دخل داخل معادلة للتجاذب السياسي وحزبي ودخل في متاهات اللي ضرت بالضحية. احنا كيف توجدنا لنا عندنا قراءة انه حاليا اصبح حالة استعجالية وفورية ومطلب وطني انه الناس هذوما من جملة الاستحقاق الوطني الموجود كامل من بعد 14 جانفي من جملة الاستحقاقات هو استحقاق تفعيل العفو العام. فليكن فعل الجميع والناس كل تعرف انه المرسوم فيفري 2011 هو اول مرسوم بعث اشارة ان تونس تثور وتتغير. الاشارة هذه بقات غاديكة بقات اشارة رفرف، اليوم نحب تصبح الى اشارة خضراء ونواصل للامام. المواصلة تكون عبر تفعيل الآلية العفو العام عن طريق الفصل الثاني في المرسوم أو البحث عن صياغات اللي احنا تكون صياغات تلبي أولا وقبل كل شيء طموح الضحية. احنا لا نلغي مجهود أي طرف ولا ننفي جهد أي طرف، كل الناس بارك الله فيها، ولكن حاليا صوت الضحية سيصل مباشرة ودون وسط. احنا الخط الأحمر عنا هو المسألة الوقت، المسألة خذت وقت أكثر من لازم. احنا اليوم فما ناس تعاني من وضعيات سيئة جدا، ثم تم التعاطي مع المسألة حتى إعلاميا بشكل أسائي إلينا جدا، تم توصيفنا كحالات اجتماعية، كحالات نفسية، كمرضى، كمتسولين، كمنتهزي غنيمة. لا، نحن أصحاب حق، فلا تبين هذا الحق، وما يفصل بيننا وبين الحق فهو خصم. نحن فوق أي تجاذب سياسي أو حزبي أو جمعيتي أو فئوي. اليوم في الاعتصام هذا قديش من سجين سياسي مشارك؟ شوف، هو هذا الاعتصام معني به كل سجين سياسي، لأنه السجين السياسي التسعيني اللي شمله العفو مرسوم العفو 2011 هو معني بهذا الاعتصام. الظلم لا لون له والحق لا لون له، ناس ظلمت وناس يوم من حقها تاخذ معناها من حقها اليوم الناس أن تعرف حقها وما صارته. نحن حاليا الناس اللي معنية بالمسألة حسب الأرقام متداولة في حدود 12,000 تقريبا، وانا المصادر الرسميه تعطيك الرقم الصحيح، ولكن المعني مباشره هو الموجود معنا اليوم وانا العديد كثير كثير. باش نبعدوا على مجموعه التاويلات التي قد تقع على خلفيه اعتصامات من هذا النوع، خلينا نحكيوا معناتها بكل شفافيه على الانتماءات السياسيه نتاع العباد المشاركه اليوم في الاعتصام. وانا نجاوب بكل شفافيه، النواه الصلبه اللي بدات الاعتصام هذه هما مساجين حركه النهضه ومناضليها اللي من هما عانوا الامرين في الفتره التسعينيه. لكن هذا راهو لا ينفي انه اي طرف معني بالمساله، اي طرف معني بالمرسوم العفو فيفري 2011 هو معني بالمسألة وهو صاحب حق وله الحق في قوة الاقتراح وموجود معنا ومرحبا به.